بليز رحبوا معنا ب وسام كمان أمي كتير بتنظف قد ما أمي بتنظف كنت فوضي بفكر حالي اسمي علي إجريك أمي قالت للعار كنت بنت بيركتو وراك فضعفت كنت بنت ركتو وراي تيسألوني عن رقم الدايت الشمكي الانترنت كثير بطيء بلبنان لدرجة امي تعلمت عليه بسرعة كل العالم بيقولوا انه عندي عقل قديم قد ما بحكي عن امي بالشوات تقولي بس امي قالت لي مش مضبوط امبارح عم تجي كثير حابب اختلاع عليه ما بيحترقوا وبيعوا للعرب بس تشوفهم عم ينجلطوا أغرب سؤال معقول تسأله بلبنان هو شو؟ كيف كان العزا؟ أغرب شيء معقول جاوب كيف حلو ضحكتك بس انتبه نصوري خشم اللي ما فاهم منك ما بيعرف عالم الطيور أول مرة بضحك على ستيج لأنه تذكرت قد إيه حياتي مأساة مع أمي لوجودك والضحكة من إخك أنا مآمن إنه الآيفون والبيكو عاملين نفس الشخص لأنه اثنيناتهم بساعة 8 16 وكانوا كتير حبة وقفت سيرفيس إما اللي ركب واحد قلت له لا يا جافي كثير بحب اشرب عرق خصوصا لما يتحمم بي اطيب اكل عند هتلر كانت الجيش بالفرن طفيه باليهود كان كل ما يلقط يهودي الا لمرته كبه بالصينيه بيقولوا طب الجرة عتمة تطلع بنت الأمة طب الجرة ميتت خالتي أنا نص رجل يعني وقت جيت أبلش معها وعي قالت لي مين أنت وشو عم تعمل هون بأوضتي قلت لها تيتا خليك تعور في شاب رفيقي قال لي إنه حيفوت على الدرك تيأمن حاله مرتين على المسرح اجل عندي صاحب محل لوازم دفن الموتى وقال لي شو ما بتعوز احكيني فوقتها توفى جدي طلب مني اقطع لي سيارتي على المعاينه ظهرت معي على العشاء ايه ما اعترفت لي النشب فاتفقنا انه نقص من الفاتوره اصلا ما عم فكر اتجوز لانه الديتنج مصروف كثير كبير علي صرت لحال عند ادويه مليون دولار بالشهر اذا داعش قطشوا راس العبد بيضل يتاكل اختي الحبله قالت لي انه طلع مع سرطان فدقيت لما دي فرحت أعرف مين بني كل أصحابي خطبين وعندهم كلاب يعني هو غير حنان أنا ما عندي حدا ما عندي حدا يلعب لي وجهي الساعة 1 الصبح ما عندي حدا ضرب بخد الساعة 2 الصبح ما عندي حدا وقت رح مثل عظمي كمان ما فيني جيب كلب أصلا أنا ما بتخليني فوت كلب على البيت دايما بتقلي يا أنت يا كلب دايما بقول لها شو الفرق؟ هي ما حفظت لك على الحيط حطنط فيهم مثل الشطر
على نقل بعدين بتعرف عنده صباح قبل ما تموت تتروح من البوطة على الحمام كان بدها ساعات ساعات قبل ما أكمل في عندي كتير رفقة هون موجودين يلي هن خيالي بس في عندي رفيق موجود بعتقد هو خيالي يلي هو فؤاد يمين مش مضطرين نذكره بس كتير حابب اقول لك انه الهايلايت تبع الشو تبعولي انه شوف صاحبتك نفسك ماشي مين بيستنى هلا بتعرف بدي اعي فشل الرغبة بتلتزم العفة هيك كل البشعين بيقولوا مبطيق العالم للمتدينين لأنه الله ما بيصبر على معشيخ الدنيا كتير بعاني إنه صاحبتي ما بتسمع لي بيجي أشكي لها همومة ومشاكل دايما بتجاوبني تركي ما بدنا انت عطيته 500 قال لي بس قلت له بدك تحاول عليه جسد المعبد ببلد ملحد ما حدا بيقرب عليه لينا رجال ملحد ما قرب عليه اذا جراح نام مع شرلوطه هل بينك قلبه اثرت على ايدي صدقني لاني انا كنت على جنبي موظفين اللوتو لما خسروا يرموا بتاكسوا عشوائي مره شفت قزم انا واصحابي عم بيقطف ورود فقلت لهم لاصحابي ليكم هذا قزم عم بيقطف ورود الملحدين بفرصوا النهار التنين لأنه النهار ما قالوا ربنا فكنا أنا وصحبتي لأنه أمه بدها تحكي مع حدا من غير دين قالت لي شو عندك قدمنا لبنتك قلت لها ماشي بدي شفت أنك مسلم يلي حس حاله وما تقول بهالنكتة أنا مسلم أكس قطعت الكهرباء ضويت شمعة ظهر لي المسيح قلت له انا مسلم انت كان دي جون تروح قلت له لصحبتي انه جواتي انثى هي قالت لي انا كمان جواتي ذكر فيك تدقني بعد الساعه وقفت سيارتي بمحل مدفع مقفه هي قالت لي ان شاء الله بتجيب اللي كنت تحكي معهم هون قلت له لا قالت لي ما تكون فكرني مثل هذول اللي كنت تحكي معهم قلت له كمان لا قالت لي ما تفكرني انا بنت الشارع قلت له بتعرفي شو بطل بدي ورديت بنت اختي على البيت كثير بحس انه نمر السيارات مثل فحص الحبل شكله مشان هيك العالم بينكوا بعضهم بزمامير فقشة مية الراس مرت جاري قال له وقت هلا قلت له لو شو ما كان بدي اشطف كانت طشمة بالمدرسة استاذ التاريخ يشهد اصلا بيصدقوا قد ما نحن بنصدق انه هن بس رفقة لأنه بكل شيء أهلي اختاروا اسمي بالقرعة كانت بين وسام وجهاد اسمي وسام كمان Thank you so much